الحقيقة النهاردة حصل حاجة غريبة جدا. قبل بس ما أحكي على اللي حصل النهاردة، تلقت إدارة النادي الأهلي خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم تؤكد فيه أو يؤكد فيه الاتحاد المصري لكرة القدم فوز فريق الأهلي 2003 ببطولة الجمهورية وفقا للائحة المعتمدة في اتحاد كرة القدم. 3 نقاط، هحكي لحضرتك القصة بمنتهى البساطة. 3 نقاط فارق ما بين النادي الأهلي ونادي إنبي مواليد 2003، المباراة ما بين الأهلي وإنبي 3 نقاط فرق لصالح النادي الأهلي، يعني النادي الأهلي مثلا يعني 50 نقطة وإنبي 47، خلاص إنبي كسب الأهلي وأصبح عنده نفس عدد نقاط النادي الأهلي. تمام تمام طيب، اللائحة بتقول إيه؟ تنظر للمواجهات المباشرة و فارق الأهداف. فارق الأهداف لصالح النادي الأهلي. إذن بدون أي تفكير في أي حاجة أخرى، المفروض مين اللي يبقى كسبان هذه البطولة؟ أو الخطاب أمام حضراتكم، مين اللي المفروض يبقى قدامه أو مين اللي يبقى كسبان هذه البطولة؟ المواجهات المباشرة متساوية، كل حاجة متساوية، إذن في تساوي النقاط و في حالة تساوي النقاط والمواجهات المباشرة يكون فارق الأهداف هو من يعطي الدوري لصاحبه. فارق الأهداف لصالح النادي الأهلي، النادي الأهلي فارق 7 أهداف، سجل 60 وتلقى شباكه 28 بفارق 32 هدف، إنبي سجل 51 واستقبلت شباكه 26 بفارق 25 هدف. ادي الموضوع بمنتهى البساطه. فجاه تلاقي بعد، من حقهم طبعا اي فريق بيكسب النادي الاهلي من حقه ان هو يحتفل ويتبسط ويعمل كل حاجه، ولكن احتفالات لعيبه إنبي كانت لانهم من وجهه نظرهم هم مقدمين تظلم ضد النادي المصري 2003، علشان بيقولوا ان في لعيب مزور في النادي المصري. طيب في مثل هذه الامور ايه اللي بيحصل؟ مثل هذه الامور الورق ده بيروح بيتاخد الشؤون القانونيه في اتحاد كره القدم ومن ثم يتم عرضه، المفروض ياخد له 2 3 أسبوع مثلا لغايه لما ينتهي ويتم الكشف عن هذه الامور من خلال الشؤون القانونيه للاتحاد المصري لكره القدم ولجنه المسابقات. ايه البلبله اللي حصلت بقى نادي إنبي بيحاول يعملها؟ انا ما فهمتش الحقيقه. وهنا انا لا اعيب في اي شخص ولا في اي نادي والله، ولكن انا هنا بتكلم، هو انتوا ليه بتعملوا كده؟ هي ليه الناس دي بتعمل يعني؟ ليه خلاص الاهلي بطل للدوري، لو ربنا اذن ان يكون إنبي هو خلاص، هو ده اللي حصل. لو إنبي كسب قضيته في موضوع النادي المصري خلاص هيبقى اعلى ب3 نقاط للنادي الاهلي من النادي الاهلي، وبالتالي يستحق ان يكون هو بطل هذه البطوله. مبروك وشكرا. ايه بقى الهيصه اللي بتعملوها؟ ما تفهمش.